سورة كورونا عدد آياتها 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كوفيد والفيروس المبيد. بل عجبوا أن جاءهم من الصين البعيد. فقال الكافرون إنه بمرض عنيد. كلا بل هو الموت الأكيد. لا فرق اليوم بين الملوك والعبيد. فاعتصموا بالعلم واتركوا التقاليد. ولا تخرجوا لتشتروا السميد. امكثوا في بيوتكم انه ببلاء شديد. واغسلوا ايديكم بالصابون الجديد. صدق جيل العظيم.